السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس حسام من قناة حسام ميرة للرياضيات. بإذن الله موعدنا النهارده في حل تمارين 3 هندسة لطلاب الصف الأول الثانوي، وهو على درس العلاقة بين مساحتي سطحي مضلعين متشابهين. طبعا خدنا أول درسين في الهندسة اللي هما في الوحدة التالتة، عندنا الوحدة الأولى جبر، الوحدة التانية حساب مثلثات، والوحدة التالتة هندسة. خدنا تشابه المضلعات، تشابه المثلثات، حلنا اخطر مقالي، مستويات عليا، اختبار تراكمي، الشرح كله موجود في قائمة التشغيل عشان الناس اللي بتسأل عن فيديوهات الشرح، هي فيديوهات السنة اللي فاتت بس مهمة جدا جدا. تمام، هنبتدي دلوقتي نحل مع بعض تمارين الاخطر. يبقى احنا كده انتهينا من 3 جبر بانتهاء حصة النهاردة، و3 هندسة و2 حساب مثلثات. يبقى الحصة الجاية تعرف ان احنا هنرجع لفرع حساب المثلثات، الدرس الثالث وهو الدوال المثلثية ومقلوباتها. لو انت اول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة، ارفع زر الجرس وتضغط لايك، شير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. تعال نسمي بسم الله وخلينا نبتدي. بسم الله. السؤال الاول بيقول لي مضلعان متشابهان النسبة بين محيطيهما 4:9، فان النسبة بين المساحة. والله يا باشمهندس انا عارف ان مساحة الاول على مساحة الثاني بتساوي ضلع الاول على ضلع الثاني ولكن الكل تربيع، وبتساوي في نفس الوقت محيط الاول على محيط الثاني ولكن برضو الكل التربيع. فانت عايز النسبة بين المساحتين. تمام، طب ما انا معايا النسبة بين المحيطين اللي هي 4:9، ولكن الكلام ده كله هيبقى تربيع. 4 تربيع ب16 و9 تربيع ب81، يبقى 16 إلى 81، ويبقى الاختيار ده اللي هو اختيارنا الصح. مفيش ابسط ولا اسهل من كده. رقم 2 بيقول لي اذا كان المثلث ا ب ج بيشابه المثلث س ص ع، وكان ا ب بيساوي 3 من س ص، فان مساحه المثلث س ص ع على مساحه المثلث ا ب ج. طيب لو انا خدت يا باشمهندس الس ص، بدات بالس ص لان هو بادئ هنا على الالف ب، يبقى س ص على الالف ب، ما رجعش فاضي، يبقى قبل الالف ب اللي هو 1 على قبل الس ص اللي هو 3، يبقى النسبه 1:3. ما انا عارف النسبه يا باشمهندس بين سطحي المثلثين دول بتساوي النسبه بين الاضلاع المتناظره، فهو لو خدت اول حرفين هنا اللي هم س ص على اول حرفين هنا اللي هو الف ب، يبقى عباره عن س ص على الف ب، ولكن احنا قلنا في المساحه الكل تربيع. فطبعا انا جبت س ص على الف ب بتلت، يبقى الكلام ده طبعا بتلت تربيع، فواحد تربيع بواحد وثلاثة تربيع بتسعة، يبقى 1:9 أو بالنسبة لي 9، ويبقى الاختيار ده اللي هو الاختيار إيه الصح يا باشمهندس. وكده خلصت. بيقول لي إذا كانت النسبة بين مساحتي مضلعين متشابهين 9:49، فإن النسبة بين طولي ضلعين متناظرين. لسه قايلين يا باشمهندس إن مساحة الأول على مساحة الثاني بتساوي ضلع من الأول على ضلع من الثاني، بس لازم نظيره الكل تربيع. بس انا الوقت يا باشمهندس انا معايا النسبه بين المساحتين اللي هي دي، الكلام ده بيساوي 9:49 مساحه الاول الى مساحه الثاني. طب انا عايز النسبه بين طولين ضلعين، يبقى انا اكيد هاخد الجذر هنا واكيد هاخد الجذر هنا، فالجذر هيشيل لك الاس فيطلع لك النسبه بين الضلع الاول للضلع الثاني. طبعا يا باشمهندس طبعا الاس زوجي المفروض موجب او سالب، بس انا بتكلم على اطوال فاستبعد السالب، فعندك جذر 9 اللي هو 3 وجذر 49 اللي هو 7، يبقى النسبه 3:7 او 3:7، ويبقى الاختيار ا هو الاختيار ايه الصح. السؤال رقم 4 بيقول لي مثلثين متشابهين النسبه بين طولي ضلعين متناظرين 2:5، وكانت مساحه الاول 16 فان مساحه الثاني. والله يا باشمهندس انا عارف ان مساحه الاول على مساحه الثاني المفروض بتساوي ضلع الاول على ضلع الثاني ولكن الكل تربيع زي ما احنا عارفين، فالنسبه بين الاضلاع 2:5، يبقى 2:5 الكل تربيع. طيب تعال نعملها كده، هو مديني ان مساحه الاول يبقى 16 على مساحه الثاني وليكن سميها س مثلا، هيساوي مربع النسبه دي 2 تربيع ب4 و5 تربيع ب25، من هنا على 4 فعل 1 على 4 فعل 4 س في 1 بس، و4 في 25 ب100، يبقى اكيد ان مساحه الثاني بتساوي 100، ويبقى الاختيار ج هو اختيارنا الصح. السؤال اللي بعده بيقول لي اذا كان طول ضلعين متناظرين في مضلعين متشابهين 12:16، ومساحه المضلع الاصغر 135، فان مساحه المضلع الاكبر. طب ما نفس الفكره، انا عارف ان مساحه الاول على مساحه الثاني بتساوي مربع النسبه بين الاضلاع المتناظره، طب الضلعين هما مالهم 12:16، كلامك جميل جدا. طيب ركز كده معايا، بيقول لي ان مساحه الصغير، ما اكيد الصغير هو اللي نسبته صغيره، يعني انا بالنسبه لي ان مساحه الصغير اللي هي دي 135، والله ومساحه الثاني دي انا هسميها س، الكلام ده هيساوي طبعا ممكن نختصر النسبه دي على ال 4 فال 3 على ال 4 فال 4، يبقى دي 3 تربيع تساوي 9،
وهنا 4 تربيع بتساوي 16 يا باشمهندس. كلام جميل جدا. يبقى انا بالنسبه لي ان س بتساوي هضرب مقص ده في ده، يعني 16 في 135. الكلام ده طبعا على التسعة بس كده ومسألتك خلصت. 16 في 135 الكلام ده على التسعة يطلع معايا 240. يبقى مساحة التاني 240 ويبقى الاختيار ج هو الاختيار ايه الصح يا باشمهندس. وتعالى نشوف السؤال اللي بعده. السؤال رقم 6 بيقول لي اذا كانت النسبة بين محيطي مضلعين متشابهين 5 الى 7 ومساحة المضلع الاكبر 245 فان مساحة الاصغر. نفس الفكرة، انا عارف ان مساحة الاول على مساحة التاني بتساوي مربع النسبة بين طلعي ضلعين متناظرين أو محيط الأول على محيط الثاني برضه تربيع، يعني النسبة بين المحيطات الكل تربيع. فأنا معايا النسبة بين المحيطين 5 على 7، تمام أوي. بيقول لي إن مساحة الأكبر، ما هو أكيد الأكبر اللي نسبته كبيرة، يبقى أنا مساحة الأول ده مش عارفه، فهفرض إن مساحة الأول ده س ومساحة الثاني اللي هو الأكبر 245 هتساوي مربع النسبة دي 5 تربيع ب25 وهنا 7 تربيع ب49 ومنها السين هتساوي ده في ده على ده، يبقى 25 في 245 على 49 يا باشمهندس. تعالى نحسب الحسبة دي. 25 في 245 الكلام ده على 49 يطلع 125. يبقى كده يا باشمهندس إجابتي 125 ويبقى الاختيار أ هو الاختيار الصح. السؤال رقم 7 بيقول لي مربعان النسبة بين طولي ضلعيهما 3 إلى 4 وكانت مساحة الأكبر 48 فإن مساحة الأصغر. نفس الفكرة، مساحة الأول على مساحة الثاني المفروض بتساوي مربع النسبة بين طولي أي ضلعين متناظرين. طب أنا معايا النسبة أهو 3 إلى 4. طب هو بيقول لي مساحة الكبير، ما هو الكبير هو اللي نسبته كبيرة، يبقى أنا معايا ده ومش معايا اللي فوق، فأنا هفرض إن اللي فوق ده س، يبقى ده س على مساحة الأكبر اللي هو 48 هتساوي 3 تربيع ب9 وهنا 4 تربيع ب16. هنا على 16 فيها الواحد، على 16 فيها الثلاثة، يبقى إذا السين بتساوي 3 في 9 ب27، يبقى الثاني ب27 ويبقى الاختيار د هو اختيارنا الصح. السؤال اللي بعده بيقول لي مربعان النسبة بين طولي قطريهما 2 إلى 5 وإن مساحة الأصغر 4 فإن مساحة الأكبر. في المربع يا باشمهندس ودي حالة خاصة، قلنا إن مساحة الأول على مساحة التاني بتساوي ضلع الأول على ضلع التاني، النسبة بين طولي ضلعين متناظرين الكل تربيع، وبتساوي محيط الأول على محيط التاني برضه الكل تربيع، ده في المربع أو المربع، وبتساوي قطر الأول على قطر التاني الكل تربيع برضه، يعني في المربع التلاتة دول ينفعوا. فأنا هنا معايا مساحة الصغير، فأنا ممكن أقول بقى إن مساحة الأول على مساحة التاني بتساوي معايا النسبة بين الأقطار، يبقى النسبة بين الأقطار اللي هي 2 على 5 تربيع. فأنا بيقول لي مساحة الأصغر، ما الأصغر اللي نسبته صغيرة، يبقى أكيد إن مساحة ده بأربعة، وهسمي التاني ده بالنسبة لي س، حلو، هيساوي 2 تربيع ب4 وهنا 5 تربيع ب25. هنا البسط بيساوي البسط، يبقى المقام بيساوي المقام، يبقى إذا الس ب25 اللي هي الاختيار أ. طب جت منين؟ هقول لك بسرعة كده وببساطة جدا. لو أنت معاك مربع صغير أهو ومربع كبير، احنا قلنا كده كل الاشكال المنتظمه اللي لها نفس عدد الاضلاع متشابهه، يعني ده بيشبه ده. فمثلا لو ده طول ضلعه 5 يبقى كل ده 5، ولو ده طول ضلعه 7 يبقى كله 7، يبقى معامل التشابه اللي هو كاف الضلع ده على ده اللي هو 5 على 7. طب لو انا رسمت قطر ده هيبقى طوله 5 جذر 2، ما هو طول الضلع جذر 2، ولو رسمت قطر ده 7 جذر 2، يبقى معامل التشابه اللي هو كاف برضه هيبقى ده اللي هو 5 جذر 2 على 7 جذر 2، دي هتروح مع دي فتطلع برضه 5 على 7. عشان كده بناخد القطر على القطر يا باشمهندس، ودي معلومه قلناها في فيديو الشرح ولازم تبقى عارف. خلاص طيب كده خلصنا الجزء ده. معذره بقى، دي في غلط من الكتاب، هتلاقي الكلام موغوش شويه بس انا هشرح لك السؤال يعني غصب عني والله. اذا كانت النسبه بين مساحتي مثلثين متشابهين بتساوي 9 الى 25 ومحيط الصغير 60 فان محيط المثلث الاكبر. طب ما انا عارف ان مساحه الاول على مساحة التاني، أنت جبت لي 6 المحيط صح؟ يبقى محيط الأول على محيط التاني الكل إيه؟ الكل تربيع. لو أنا عايز محيط الأول على محيط التاني هاخد جذر هنا وجذر هنا، فالجذر هيشيل الأس، تمام أوي. فيفضل لي إن محيط الأول، هو بيقول لي محيط الصغير، تمام أهو، هكتبها وأحل كمان معاك، محيط الأول على محيط التاني هيساوي جذر مساحة الأول على مساحة التاني. طيب هو بيقول لي محيط الصغير، اما انا عامل جذر المساحه دي ادي جذر اهو، طبعا هي 9 الى 25
اللي هي 3 على 5، ما هو جذر 9 3 وجذر 25 5. محيط الازهر يبقى اكيد اللي نسبته صغيره، يعني انا بالنسبه لي البسط ده 60، يبقى 60 على محيط الثاني اللي هو عايزه هيساوي النسبه اللي هي 3 على 5. حلو جدا. هنا على 3 فعل 1، على 3 فعل 20، يبقى انا بالنسبه لي ان محيط الثاني هيبقى عباره عن 20 في 5، و20 في 5 الكلام ده بيساوي 100، ويبقى الاختيار ج هو الاختيار ايه الصح. السؤال اللي بعده يا باشمهندس، السؤال رقم 10 بيقول لي اذا كان المثلث ا ب ج بيشابه المثلث د ه واو، ومساحه المثلث ا ب ج 9 من مساحه المثلث ده. طيب مش انت دول متشابهين؟ ايوه يا باشمهندس. يبقى انا لو قلت مساحه ده على مساحه ده، يعني مساحه اللي هو المثلث ا ب ج على مساحه المثلث د ه واو، طبعا ما رجعش فاضي، يبقى 9 على 1، يبقى الكلام ده بيساوي 9 على 1. طب سمي دي مساحة 1 ودي مساحة 2، طب ما أنا عارف إن مساحة الأول على مساحة التاني بتساوي إيه بقى؟ هو مديله أضلاع، أي ضلعين متناظرين يا باشمهندس تربيع، وليكن الألف ب على الدال هاء لأن هو جايب لي الدال هاء، يبقى بتساوي الألف ب على الدال هاء الكل تربيع، ما هو النسبة بين المساحة بتساوي مربع الأضلاع. يبقى أنا بالنسبة لي لو خدت جذر هنا وخدت جذر هنا، الجذر هيشيل الأس، فيفضل لي إن ألف ب على الدال هاء بيساوي جذر طبعا مساحة الأول على مساحة التاني. طب الألف ب اللي هو عايزها عدل ه اللي هي 4 بتساوي جذر النسبة بين المساحتين، ما أنا معايا النسبة اهي اللي هي جذر 9 على الواحد. طبعا جذر 9 3 وجذر الواحد 1، يبقى ألف ب في 1 بألف ب هيساوي 3 في 4 اللي هي 12، يبقى إذا الألف ب بيساوي 12، ويبقى الاختيار ب هو الاختيار إيه الصح يا باشمهندس. السؤال اللي بعده بيقول لي دائرتين النسبة بين طولي قطريهما 3 إلى 5، إذا كان مساحة المربع المرسوم داخل الصغيرة 27، فعايز مني مساحة المربع اللي مرسوم داخل الكبرى. طيب خلي بالك، لو أنا معايا دايرة كده ومرسوم جواها مربع، إن قطر الدايرة هو قطر المربع، ولو معايا دايرة أكبر بالشكل ده كده ومرسوم جواها برضه مربع، وده قطره، فقطر الدايرة الكبيرة هو قطر المربع. طالما النسبة بين القطرين بتوع الدايرة 3 إلى 5، يبقى النسبة بين قطري المربع برضه 3 إلى 5. احنا عارفين بالنسبة للمربع الحالة الخاصة اللي أنا قلتها لك تقريبا في السؤال رقم 8، إن النسبة بين مساحة الأول على مساحة التاني بتساوي قطر الأول على قطر التاني، أو نصف قطر الأول على نصف قطر التاني الكل تربيع يا باشمهندس. كلام جميل جدا. أنا معايا النسبة بين القطرين ومعايا مساحة المربع اللي مرسومة داخل الصغيرة، يبقى 27 دي بتاعت التلاتة، مع 27 دي بتاعت النسبة الصغيرة، يبقى مساحة الأول ده هنخليها 27 على مساحة التاني هنسميها س، هتساوي قطر الأول اللي هو 3 على قطر التاني 5 الكل تربيع، يبقى 27 على الس بتساوي 3 تربيع ب 9، وهنا 5 تربيع ب 25، هنا على 9 فيها ال 1 على 9 فيها ال 3 يا باشمهندس، يبقى س في 1 ب س هيساوي 3 في 25 ب 75، يبقى إذا مساحة الدايرة الكبيرة 75، ويبقى الاختيار ج هو الاختيار الصح. السؤال رقم 12 بيقول لي مضلعان متشابهان النسبة بين طولي ضلعين متناظرين 3 إلى 4، ومجموع المساحتين 150، فإن مساحة المضلع الأصغر. فكرة جديدة بس سهلة، واديتك عليها أكتر من 4 أسئلة في فيديو الشرح، شوفوا هتستفيد بأمر الله. أنا عارف إن مساحة الأول على مساحة الثاني بتساوي مربع النسبة بين الأضلاع المتناظرة، فهو مديك النسبة 3 إلى 4، ف 3 تربيع ب 9 و 4 تربيع ب 16. أنا أفرض إن مساحة الأول هحط ثابت تناسب اللي هو س، يعني ميم 1 هسميها 9 س، وميم 2 هسميها 16 س. ليه؟ لأن أنا مش عارف النسبة كام، ممكن تكون دي مضروبة في 2 في 1 أيا كان في نص ما أعرفش. فتعرف إن أنا مجموع المساحتين، يعني مجمع مساحة الأول زائد مساحة التاني هو إيه اللي كده؟ بمجموعهم 150. معايا 9 س و16 س يعني 25 س، ما جمعت ميم 1 وميم 2. الكلام ده ب 150 هقسم هنا على 25 وهنا على 25، دي هتروح، يبقى السين بتساوي 150 على 25 فيها 6، يبقى قيمه السين ب 6. هو عايز مساحه المضلع الاصغر، اكيد اللي نسبته 9 س، يبقى الميم 1 بتساوي 9 في السين اللي هي 6، و9 في 6 ب 54، ويبقى الاختيار ا هو الاختيار ايه الصح. يعني سؤال فكره جديده بس سهله وما فيهاش ادنى مشكله. فهمتش اللي فوق او ما استوعبتهاش كويس، ركز في دي. مضلعان متشابهين النسبه بين طولي ضلعين متناظرين 5 الى 3، يبقى مساحه الاول
على مساحه التاني بتساوي مربع النسبه بين الاضلاع المتناظره اللي هي 5 على 3 لكل تربيع، 5 تربيع ب 25 و 3 تربيع ب 9. الفرق بين المساحتين 32، والله انا هفرض ان ميم 1 25 س، حطيت ساب التناسب، وهفرض ان ميم 2 عباره عن 9 س. بيقول لي الفرق بين المساحتين يعني الكبير اللي هو ميم 1 ناقص الصغير ميم 2 بيساوي 32. يعني 25 س ناقص 9 س بيساوي 32، 25 ناقص 9 يعني 16 س بيساوي 32. هقسم هنا على 16 وهنا على 16، دي هتروح، يبقى الس بتساوي 2. عايز مني مساحه المضلع الاصغر، يبقى اكيد اللي نسبته 9 س اللي هي ميم 2 يعني، يبقى ميم 2 9 في الس اللي هي 2، ف 9 في 2 ب 18، ويبقى الاختيار ا هو الاختيار الصح. السؤال اللي بعده يا باشمهندس، السؤال 14 بيقول لي اذا كان المضلع ميم 1 بيشابه المضلع ميم 2، وبيقول لي ان مساحه الاول اللي هي ميم 1 على مساحه الثاني اللي هي ميم 2 بتساوي 9 على 16. طب ما انا عارف يا باشمهندس ان المساحه دي بتساوي محيط الاول على محيط الثاني الكل تربيع، وبتساوي برضو ضلع الاول على ضلع الثاني الكل تربيع. يبقى انا لو عايز النسبه بين الاضلاع المتناظره يعني ضلع الاول على ضلع الثاني بتساوي محيط الاول على محيط الثاني بتساوي جذر المساحه اللي هو جذر 9 على 16 اللي هو 3 على 4. يبقى النسبه بين الاضلاع 3 على 4، النسبه بين المحيطات 3 على 4، وعارفين ان ضلع الاول على ضلع الثاني هو ده معامل التشابه اللي هو كاف. فتعال نشوف النسبه. بيقول لي مجموع مساحتي سطحان المضلعين 25، اقول له لا، دي نسبه يا باشمهندس، يعني الميم 1 دي عباره عن 9 س والميم 2 دي عباره عن 16 س، ممكن تبقى السين بواحد باثنين بثلاثه، انت ليه حكمت ان السين بواحد وتبقى 25؟ فطبعا دي غلط يا باشمهندس. تمام، بيقول لي النسبه بين طولي ضلعين متناظرين 9 على 16، والله اقول له النسبه بين الاضلاع هي جذر المساحه، يبقى جذر المساحه اللي هي 3 على 4 يبقى النسبه 3 على 4. بيقول لي ان معامل تشابه ميم 1 للمضلع ميم 2 9 على 16، لا، معامل التشابه هو النسبه بين الاضلاع اللي هو 3 على 4، يبقى ده برضه غلط. بيقول له محيط المضلع ميم 1 3 ارباع محيط المضلع ميم 2، وانا لو خدت ده على ده يعني محيط المضلع ميم 1 على محيط المضلع ميم 2 ما رجعش فاضي، يبقى 3 على 4 على اللي قبل دي اللي هي 1، يعني 3 على 4 في 1 اللي هي 3 على 4. ما فعلا النسبه من المحيط الاول للمحيط الثاني 3 الى 4، يبقى الاختيار ده اللي هو الاختيار ايه الصح يا باشمهندس. خلاص ما تقلقش بس من الصوره المغوشه دي، دي غلطه مطبعيه في كتاب وموجوده في الورق دي بس، يعني باقي الورق سليم بامر الله. بيقول لي اذا كان المضلع ا ب ج د بيشابه المضلع ا شرطه ب شرطه ج شرطه د شرطه، و ا ب على ا شرطه ضد العين متناظرين 1 على 3، فان مساحه الاول على مساحه الثاني ومساحه الاول على مساحه الثاني بتساوي مربع النسبه بين الاضلاع المتناظره، يعني ا ب على ا ب شرطه الكل تربيع، ومحيط الاول على محيط الثاني بيساوي النسبه بين الاضلاع المتناظره اللي هي ا ب على ا ب شرطه، فالا ب على ا ب شرطه الكل تربيع اللي هي ثلث تربيع، زائد ا ب على ا ب شرطه اللي هي ثلث، يبقى الكلام ده بيساوي ثلث تربيع اللي هو 9، وهنا يبقى بالنسبه لي ثلث، هواحد المقام بتسعة، تسعة تسعة في الواحد في واحد، وهنا تسعة تلاتة في تلاتة، تلاتة زائد واحد تلاتة في واحد بتلاتة، يبقى الكلام ده بيساوي أربعة على تسعة، يبقى النسبة دي أربعة على تسعة، ويبقى الاختيار ده هو الاختيار إيه الصح يا باشمهندس. جميل جدا. اللي بعده ده آخر سؤال في الشكل اللي مش ظريف ده. بيقول لي إذا كان أ ب 3 سم، ب ه 5 سم، الهاء د ب 7 سم، عايز مني مساحة المثلث أ ب ه أ ب ه على مساحة المثلث ج د ه ج د ه في قياس زاوية أ ب وقياس زاوية د ج ه. طالما هو قارن نسبتين مساحة يبقى هو أكيد شبه المثلثين. طب ما تيجي نرجع كده للدرس اللي فات تشابه المثلثات، أنا عندي الزاوية دي 90 والزاوية دي 90، وزاوية أ ه ب بتساوي زاوية ج ه د بالتقابل بالرأس، يبقى أكيد إن التالتة بتساوي التالتة. خلاص هو ده شبه سبب التشابه، يبقى اذا المثلث ا ب ه بيشابه، خلي بالك ا 90 قد الد اللي هي 90 والباء قد الجيم يبقى دي جيم، وبالنسبه لي اله قد اله، يبقى بيشابه المثلث د ج ه. تمام، وانا كده كاتب التشابه مظبوط، فانا عارف ان النسبه بين المساحات هي مربع النسبه من الاضلاع المتناظره، يعني لو خدت ال ا ب عدى ال ج، ادي ال ا ب عدى ال ج الكل تربيع، دي ميم 1 على ميم 2 اللي هي المساحه، او باء هاء على ج هاء الكل تربيع، او ا هاء على د هاء الكل تربيع. مين اللي معايا بقى؟ انا عارف ال ب ايوه ب 3، طب انا عارف ال د ج لا، طب انا عارف الباء هاء اه ب 5، طب انا عارف الج هاء لا،
طيب انا عارف الالف ه، اوعى تقول لي لا اعرف احسبها، لان ده مثلث قائم، دي 3 ودي 5، يبقى الالف ه بيساوي جذر الوتر تربيع اللي هي 5 تربيع ناقص الضلع تربيع 3 تربيع، فيطلع ب4، يبقى الالف ه ب4. ده كلام جميل جدا. يبقى مساحه الاول على مساحه الثاني بيساوي الف ه اللي هو 4 على د ه اللي هي 7، ولكن الكلام ده تربيع، 4 تربيع ب16 و7 تربيع ب49. يبقى انا عرفت ان الجزء الاول 16 على 49، بيقول لي فيه قياس زاوية أ ب ه على قياس زاوية د ج ه. طب ما أنت عندك إن زاوية أ ب ه اللي هي زاوية الإكس بتساوي زاوية د ج ه اللي هي زاوية الإكس، فدول زاويتين متساويتين. أما أقسم زاويتين متساويتين على بعض يبقى الناتج 1، يبقى دي 16 على 49 في 1 اللي هي 16 على 49، يعني بالنسبة لي الاختيار د هو الاختيار الصح يا باشمهندس. كده خلصنا الورقة اللي شكلها وحش دي، تعالى بقى نرجع إيه الشكل المظبوط بامر الله. خلاص يعني معلش الطباعه دي غصب عني والله جاي لي في الكتاب كده. السؤال 17 بيقول لي اذا كان د ه بيوازي ب ج، وهنرجع للدرس اللي فات، عند مثلث د ه بيوازي ب ج ضلع بيوازي القاعده، يبقى اذا المثلث الصغير اللي هو الالف د ه بيشابه الكبير بنفس الترتيب، يبقى الف ب ج. انا عندي د قد ب وه قد ج والف مشتركه، فاما اقول الف د ه يبقى بتشابه الف ب ج. بيقول لي فإن مساحة المثلث أ د ه على مساحة المثلث أ ب ج هي النسبة بين طولي أي ضلعين متناظرين. خلي بالك أنت عارف الدال ه والباء ج، وفعلا الدال ه قصادها الباء ج، يبقى أنت تاخد الدال ه على الباء ج، بس أنا بتكلم على مساحة يبقى الكل تربيع. الدال ه ب4 والباء ج ب9، يبقى 4 على 9 الكل تربيع، 4 تربيع ب16 و9 تربيع ب81، يبقى الكلام ده ب16 على 81 يا باشمهندس، يعني بالنسبة لي الاختيار أ هو اختيارنا الصح. السؤال 18 بيقول لي إذا كان أ س إلى س ب 5 إلى 3 مساحة المثلث أ ب ج ب25 و6، فإن مساحة المثلث أ س ص. نفس الفكرة، أنا عندي س ص بيوازي ب ج، يبقى المثلث أ س ص اللي هو أ س ص الصغير بيشابه الكبير أ ب ج، بيشابه أ ب ج. ليه؟ لأن س قد ب وص قد ج وألف مشتركة، يبقى أ س ص بيشابه أ ب ج. فأنا عارف النسبة بين مساحتهم، يعني مساحة المثلث أ س ص على مساحة المثلث أ ب ج بتساوي النسبة بين الأضلاع المتناظرة. خلي بالك أنت عارف الألف س وعارف الألف ب، يبقى هي بتساوي الألف س على الألف ب، ولكن الكل تربيع. فانا هو عايز مني مساحه المثلث أ س ص، ومديني مساحه المثلث أ ب ج ب 25 و6، هتساوي الالف س اللي هو نسبته 5 على الالف ب. خلي بالك الالف ب كله 5 و3 8، 5 على 8 الكل ايه تربيع، 5 تربيع ب 25 و8 تربيع ب 64. يبقى انت لو عايز مساحه المثلث هتضرب ده في ده اللي هو 25 في 25 و6، الكلام ده مقسوم على ال 64. وتعالى نحسب الكلام ده، 25 في 25 و6 على 64، الكلام ده هيطلع ب10، ويبقى اللي بالنسبة لي الاختيار أ هو الاختيار الصح. السؤال اللي بعده يا باشمهندس، السؤال 19 بيقول لي إذا كان الباء ه بيوازي د ج، لو الباء ه بيوازي د ج نفس الفكرة، زاوية ه قد د وب قد ج و ألف مشتركة، يبقى المثلث أ ه باء بيشابه المثلث أ د ج. ليه؟ لأن ه قد د وباء قد ج وألف مشتركة. فبيقول لي هو عايز بقى هنا إيه؟ عايز مساحة المثلث أ باء ه على مساحة شبه المنحرف باء ج د ه. أنت عارف مساحة شبه المنحرف دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن مساحة المثلث أ د ج الكبير ناقص مساحة المثلث أ ه باء. فأنت لما تلاقي الشكل ده وقلناه في فيديو الشرح، هات لي مساحة الكبير وهات لي مساحة الصغير واطرحهم من بعض، هتوصل لمساحة شبه المنحرف. بجد؟ أه. يعني هتقول لي مساحة المثلث أ باء ه أهو على مساحة المثلث الكبير أ د ج. تعالى نكتبه بترتيب الرؤوس يبقى أحسن، أ ه باء، أ ه باء بيشابه أ د ج زي ما أنا كاتبه هنا، تمام. هاخد أي ضلعين متناظرين، أنا عارف الهاء باء والد ج، ولو بصيت فعلا هتلاقي الهاء باء قصاد الد ج، يبقى هي عبارة عن الهاء باء على الد ج الكل إيه؟ الكل تربيع. الهاء باء اللي هي بالنسبة لي 6 على الد ج اللي هي 10، الكلام ده تربيع. على 2 فيها 3 على 2 فيها 5، 3 تربيع ب9 و5 تربيع ب25. يبقى انا كده عرفت ان النسبه بين مساحه الصغير او المثلث الصغير نسبته 9، والمثلث الكبير على بعضه نسبته 16، المثلث الكبير. يبقى كده يا باشمهندس كده نسبه، انا مش بقول مساحه، نسبه شبه المنحرف عباره عن نسبه المثلث الكبير اللي هو 25
بقول لك شبه المنحرف 16 انا طرحتهم اصلا. نسبة شبه المنحرف اللي هو المثلث الكبير 25 ناقص نسبة المثلث الصغير اللي هو 9، 25 ناقص 9 16، ده نسبة شبه المنحرف. فهو عايز مني مساحة المثلث ألف باء هاء اللي أنا جبتها أصلا ب9 على مساحة شبه المنحرف اللي أنا جبتها ب16. أنا بتكلم على نسبة في المسألة، يبقى بالنسبة لي 9 إلى 16 اللي هو الاختيار ج. يبقى أنا بجيب نسبة المثلث الكبير طلعت 25، نسبة المثلث الصغير 9، طرحتهم من بعض طلع لي نسبة شبه المنحرف، وهتلاقي أكتر من مسألة على الجزئية دي. اللي بعده نفس الفكرة، بيقول لك الدال هاء بيوازي الباء ج، ما أنا زهقت بقى. يبقى المثلث أ د هاء اللي هو المثلث الصغير بيشابه المثلث الكبير اللي هو الألف ب ج، وبناء عليه هو عايز مساحة شبه المنحرف، يبقى مساحة المثلث الكبير ناقص الصغير. فتعالى كده نقول مساحة المثلث أ د هاء على مساحة المثلث أ ب ج بتساوي النسبة بين أي ضلعين متناظرين تربيع. خلي بالك أنت عارف الأ د والأ ب، وأنت عندك أول حرفين أ د وأول حرفين أ ب، يبقى هي الألف دال على الألف ب ولكن تربيع. الألف دال باتنين، وخلي بالك الألف ب اتنين وأربعة ستة، يبقى اتنين على الستة الكل تربيع. اتنين فال واحد اتنين فال تلاتة، واحد تربيع بواحد وتلاتة تربيع بتسعة. يبقى خلي بالك إن مساحة المثلث ألف هاء دال، ألف دال هاء نسبته واحد، ومساحة المثلث ألف ب ج نسبتها تسعة. هو قال لك إن مساحة المثلث ألف دال هاء بتمانية، يعني تمانية على مساحة المثلث ألف ب ج تساوي واحد على تسعة. اضرب مقص، يبقى مساحة المثلث أ ب ج هيساوي 8 في 9 ب 72. طب ما أنا عارف إن مساحة الشكل بقى اللي هو شبه المنحرف أصلاً عبارة عن مساحة المثلث الكبير اللي هي 72 ناقص مساحة المثلث الصغير اللي هو 8، لأن أنا جبت مساحة المثلث الكبير 72 ومساحة الصغير 8، يبقى مساحة شبه المنحرف 72 ناقص 8 اللي هي بالنسبة لي 64، ويبقى الاختيار ب هو الاختيار الصح يا باشمهندس. تعالى نشوف السؤال اللي بعده. مكمل في نفس الفكرة، بيقول لي إذا كانت مساحة الشكل أ ب ه د ب 42، عايز مني مساحة المثلث ج ه د. أنت عندك ال ه د بتوازي ال ب ج، يعني زاوية ه قد زاوية ب، وزاوية د قد زاوية أ، يعني المثلث ج ه د بيشابه المثلث ج ب أ. ج ب أ، حلو جدا. أنا عارف برضه يا باشمهندس إن النسبة بين مساحتهم، يعني مساحة المثلث ج ه د ج ه د على مساحة المثلث ج ب أ بتساوي النسبة بين ضلعين متناظرين. أنت معاك الجيم هاء والجيم باء، هتاخد أول حرفين جيم هاء على أول حرفين جيم ب، يبقى جيم ه على جيم ب، ولكن الكلام ده تربيع. الجيم هاء عندك بأربعة، وخلي بالك الجيم ب أربعة زائد ستة عشرة، الكلام ده تربيع. هنا على الاتنين فالاتنين على الاتنين فالخمس، اتنين تربيع بأربعة، وهنا خمسة تربيع بخمسة وعشرين. خلي بالك دي كده يا باشمهندس النسبة، فأنا هجيب نسبة شبه المنحرف اللي هي عبارة عن مين؟ عبارة عن النسبة الكبيرة ناقص الصغيرة، اللي هي مساحة المثلث الكبير ناقص مساحة الصغير المثلث الصغير، يبقى 25 ناقص 4 اللي هي 21. عايز أنت تفرض ده 4 س وده 25 س، يبقى ده 25 س ناقص 4 س 21 س، مفيش مشكلة. لو كتبت كلمة نسبة أنت بتحل في أخطر فأنت فاهم. فأنا كده عرفت إن نسبة شبه المنحرف 21 س، وأنت قايل لي إن مساحة شبه المنحرف 42، فهقسم هنا على 21 وهنا على 21، فده هتروح، يبقى السين بتساوي 42 على 21 فهي الاثنين. طب ما انا عارف ان مساحه المثلث ج ه د عباره عن 4 س، يبقى مساحه المثلث ج ه د بيساوي 4 في السين اللي انا جبتها ب 2، يبقى 4 في 2 ب 8، ويبقى اختيار أ هو الاختيار الصح يا باشمهندس. بس كده بكل ايه؟ بكل بساطه. سؤال 22 بيقول لي مساحه المثلث س أ ب على مساحه المثلث س ص ع. طالما انت بتقارن مساحات يبقى اكيد في تشابه. المثلثين دول انا عندي زاويه س مشتركه وزاويه ا قد ص، يبقى اكيد ان زاويه ب قد ع. طب ما تيجي نكتب التشابه كده، المثلث س ا ب بيشابه س مشتركه و ا 90 قد ص 90، يبقى هنا ص واكيد ان ب قد ع. تمام تمام قوي. النسبه بين مساحتهم هي النسبه بين طولي ضلعين متناظرين. فمثلا السين ا على السين ص، انت مش عارف السين ا بس عارف السين ص، بس تعرف تحسب السين ا ليه؟ لان انت معاك مثلث قائم دي 6 ودي 4، يبقى السين ا عباره عن جذر الوتر تربيع اللي هو 6 تربيع ناقص الضلع تربيع 4 تربيع. كده 36 ناقص 4 تربيع ب 16 يعني جذر 20، وال 20 4 في 5 يعني 2 جذر 5، يبقى الضلع ده كده ب 2 جذر 5. يبقى انا بالنسبه لي النسبه بين مساحتهم بقى عباره عن سين ا على السين ص، ولكن الكلام ده تربيع. السين ا ب 2 جذر 5
على السين صاد اللي هي 6 زائد 2، تمام كده؟ مش دي 2 يبقى 8. الكلام ده كام؟ تربيع. هنا على 2 فال 1 على 2 فال 4. جذر 5 تربيع ب 5 و 4 تربيع ب 16. يبقى انا كده عرفت يا باشمهندس النسبه بين مساحتهم 5 الى 16، وعلى فكره كده سؤالك خلص، مش مدخل ارقام ولا اي حاجه، يبقى الدنيا سهله وبسيطه زي ما انت شايف. طيب السؤال اللي بعده يا باشمهندس السؤال 23، وتعالى نشوف بيقول لك ايه. بيقول لك في الشكل المقابل اذا كانت مساحه المثلث ا س ص ب 10، عايز مني مساحه سطح الشكل ده. ده شبه منحرف؟ لا مش شبه منحرف، ده شكل رباعي لان مفيش توازن. بس هنرجع لدرس تشابه المثلثات المهم جدا جدا. انت عندك زاويه ا في المثلث الصغير والمثلث الكبير، يبقى زاويه ا مشتركه. وعندك الاضلاع الحامله بتاع المثلث الصغير والمثلث الكبير. طب فاكر كنا بناخد ايه؟ كنت باخد ال ص على اللي عكسه الناحيه الثانيه. يبقى انا هاخد ال ص على اللي عكسه اللي هو ال ب. فال ص ب 5 وال ب 4 و6 10، يبقى الكلام ده بنص. واخد ال س على اللي عكسه الناحيه الثانيه. يبقى انا هاخد ال س على اللي عكسه اللي هو ال ج. فالالف س ب 4 الالف ج ب 8 اللي هي نص. ومعايا طبعا زاويه ا مشتركه. طالما معايا زاويه ا مشتركه والاضلاع الحامله متناسبه، اذا المثلث بيشابه المثلث. يبقى المثلث ا س ص بيشابه. طبعا قلنا ا س ص، هنقول ا هي ا، بس خلي بالك قلنا بنعكس. يعني انا جبت س يبقى هجيب ج، جبت ص يبقى هجيب ب. الطريقه الثانيه، انت عندك الالف ص في المثلث ده يبقى فاضل الس، وعندك الالف ب يبقى فاضل الج. طب عندك الالف س فوق يبقى فاضل الصاد، وعندك الالف ج يبقى فاضل الب. طريقتين قلتهم في تشابه المثلثات وسهلين جدا. يبقى انا عرفت ان المثلثين متشابهين، يبقى النسبه بين مساحتهم اللي هو مساحه ا س ص على مساحه ا ج ب بتساوي مربع النسبه بين الاضلاع المتناظره. وخلي بالك الاضلاع المتناظره انا جايبها اصلا، يبقى هي عباره عن نص، ولكن اوعى تنسى التربيع. انت عندك مساحه المثلث ا س ص ب 10، يبقى ال 10 على مساحة المثلث ا ج ب، مساحة المثلث ا ج ب. واحد تربيع بواحد واتنين تربيع باربعة، يبقى إذا مساحة المثلث ا ج ب 10 في 4 ب 40 سنتيمتر مربع. يبقى مساحة المثلث الكبير 40 ومساحة المثلث الصغير 10، يبقى الشكل عبارة عن 40 ناقص 10 اللي هي 30، اللي هي مساحة المثلث الكبير ناقص مساحة المثلث الصغير، يبقى بالنسبة لي الإجابة 30، ويبقى الاختيار ج هو الاختيار الصح. السؤال 24 نفس الفكرة اللي فوق، بيقول لي إذا كانت مساحة المثلث أ ب ج ب 45 فإن مساحة المثلث أ س ص. نفس الفكرة، أ مشتركة وآخد أ س على اللي الناحية التانية، يبقى أنا هاخد الأ س على الأ ج. الأ س ب 3 والأ ج 2 و7 9، على 3 فال 1 على 3 فال 3. ومن هنا هاخد الأ ص على ده كل اللي هو الأ ب، يبقى الأ ص على الأ ب. الالف ص ب 2 والالف ب 3 و3 6، هنا على 2 فال 1 على 2 فال 3. وعندي زاويه الف مشتركه، يبقى اذا المثلث الف س ص بيشابه. الف مشتركه، بص معايا، انت خدت الالف ص اللي فاضل س وخدت الالف ب يبقى فاضل الج. طب هنا خدت الالف س في المثلث الصغير يبقى فاضل الص، وهتاخد الالف ج يبقى فاضل الب، او تاخد الاضلاع العكسيه زي ما انا عودتك. تمام، انا عارف بقى النسبه بين المساحتين اللي هو مساحه المثلث ا س ج ص على مساحه المثلث ا ب ج بتساوي مربع النسبه من الاضلاع المتناظره. انت معاك النسبه، يبقى الكلام ده بتلت تربيع. مديني مساحه المثلث ا ب ج دي ب 45، يبقى مساحه المثلث ا س ص على 45 هيساوي 1 تربيع ب 1 و3 تربيع ب 9. هنا على 9 فعل 1 على 9 فعل 5، طالما الناتج هنا 1 على 1 يبقى البسط بيساوي المقام، يبقى مساحه المثلث ا س ص بتساوي 5، ويبقى الاختيار ج هو الاختيار ايه بالصح. يعني كذا سؤال بنفس الفكره، فما تصعبهاش على نفسك. سؤال 25 بيقول لي اذا كانت مساحه المثلث ا الشكل معذره ا ج د ه بيساوي 3 من مساحه المثلث ه ب د، عايز مني يا باشمهندس الباء ج. طب هوصل للباء ج ازاي؟ هقول لك انا دلوقتي لازم تطور على تشابه الاول. انت عندك المثلث ه ب د، عندك زاويه ب، وعندك في المثلث الكبير ا ب ج ب مشتركة، وعندك في المثلث الصغير د دي قايمة، وعندك في الكبير ا قايمة، يبقى كده في زاويتين بيأدي زاويتين. طب ما تيجي نكتب التشابه كده يا باشمهندس، ركز معايا. لو انا قلت المثلث الصغير ب د ه بيشابه، ما ب في المثلث الصغير ده اللي هي ب في المثلث الكبير، ودال اللي هي 90 في المثلث الصغير قد ا اللي هي 90 في المثلث الكبير،
وه اللي هي الزاوية الثالثة أكيد بتساوي الجيم. يبقى أنا كده وصلت إن المثلث ب د ه بيشبه المثلث ب أ ج، ويبقى النسبة بين مساحتهم هي النسبة بين الأضلاع المتناصرة. يعني أنا بالنسبة لي مساحة المثلث ب د ه على مساحة المثلث ب أ ج بيساوي مربع النسبة بين الأضلاع المتناصرة يا باشمهندس. طيب ركز معايا عشان أقول لك فكرة بسيطة. هو دلوقتي بيقول لي إن مساحة الشكل أ ج د ه لو انا خدتها على مساحة المثلث، يعني قسمتها على مساحة المثلث ه ب د، يبقى مرجعش فاضي، يبقى 3 على الواحد، صح كده؟ 3 على الواحد. يعني ايه؟ يعني مساحة المثلث ه ب د نسبته 1، ومساحة الشكل أ ج د ه نسبته 3. الله، مش كده؟ يبقى المثلث أ ب ج الكبير نسبته 1 زائد 3 اللي هي 4. أيوه، يبقى أنا لما يقول لي مساحة المثلث ب د ه، مساحة المثلث ب د ه نسبتها 1، ومساحة المثلث ب أ ج نسبته 3 و 1 4. اوعى تقول لي تربيع، ليه؟ لأن هنا ما بجيبش أضلاع متناصرة، أنا لما بجيب مساحة فالناس بتغلط وتعملها تربيع، لا هي ربع بس. وصلت؟ وصلت يا باشمهندس. طب الوقت هو عايز يوصل للباء ج، يبقى أنا أكيد هاخد الباء ه الأول مع الأخير عشان آخد الأول مع الأخير. ما هي النسبة بين المساحة بتساوي النسبة بين الأضلاع المتناصرة تربيع، يعني ب ه على ب ج الكل تربيع. فانا هاخد جذر هنا واخد جذر هنا، الجذر هيشيل لك الاس، يبقى يفضل لك باء ه على باء ج بيساوي جذر الواحد بواحد وجذر الاربعه باتنين. طب ما انت معاك الباء ه بخمسه، يبقى اذا باء ج في واحد بباء ج هيساوي 2 في 5 ب 10، يبقى الباء ج ب 10، ويبقى الاختيار ده اللي هو الاختيار الصح. وده سؤال جميل جدا. طيب السؤال اللي بعده يا باشمهندس رقم 26 بيقول لي انا مساحه المثلث ا د ج، المثلث ده عبارة عن 160، عايز مني مساحة المثلث أ د ب. خلي بالك إن الشكل ده شكل إقليدس. جميل جدا. الوقت هي لا أكتر من طريقة، بس أسهل طريقة التشابه. طب أنا قلت لك تعرف التشابه إزاي بكل بساطة، بص معايا. أنت عايز تشابه المثلث اللي على اليمين بالمثلث اللي على الشمال، دي 90. سمي دي 1 وسمي دي 2 وسمي دي 3 وسمي دي 4. أنت عندك 1 زائد 2 ب 90 درجة، لأن دي ب 90 يبقى فاضل 90. وعندك 2 زائد 3 ب 90، وعندك 3 زائد 4 برضه ب 90. لو انت خدت اول معادلتين هتلاقي الاثنين متكرره، يبقى اكيد 1 زائد 3 او 1 بتساوي 3، يبقى 1 بتساوي 3. طب لو خدت دول مع بعض هتلاقي الثلاثه مكرره، يبقى الاثنين بتساوي ال 4، يبقى الاثنين بتساوي ال 4. طب بص كده هكتب التشابه ازاي وركز معايا. لو انا قلت المثلث ا د ب زي ما هو كاتبه بالظبط، ا اللي هي 2، طب ما انا عندي 2 بتساوي 4 و4 اللي هي ج. طب ما هي د في المثلث ده اللي هي 90، يبقى اكيد بتساوي د اللي هي 90. طب باء يا باشمهندس، باء اللي هي 1، طب انا قلت لك 1 بتساوي 3، و3 في المثلث اللي على الشمال ا، يبقى انا وصلت ان ا د ب بيشبه المثلث ج د ا من غير ما احفظ يا باشمهندس. خلاص طبعا، يبقى بالنسبه لي ان مساحه المثلث ا د ب على مساحه المثلث ج د ا اللي هو ا د ج، بس انا كاتبهم بترتيب الحروف، يبقى ج د ا بيساوي النسبه بين طولي اي ضلعين متناظرين. انا هاخد الاول مع الاخير ا ب، والاول مع الاخير هنا اللي هو ج ا، يبقى ال ا ب على ج ا، ولكن الكلام ده تربيع. تمام قوي. فمساحه المثلث ا د ب اللي هو عايزها على مساحه ج د ا اللي هي ا د ج ب 160 هتساوي طبعا ال ا ب عندك ب 3 كاف والج ا ب 4 كاف، بس الكلام ده تربيع، شيل الكاف مع الكاف، يبقى انا 3 تربيع ب 9 و4 تربيع ب 16. هنا على 16 فعل 1 على 16 فعل 10، يبقى مساحة المثلث أ د ب عبارة عن 10 في 9 ب 90، يبقى أنا وصلت إن هو 90، ويبقى الاختيار ب هو الاختيار الصح. السؤال 27 يا باشمهندس بيقول لي في الشكل المقابل أ د قطعة ممسة للدائرة المرة برؤوس المثلث أ ب ج، 3 من الأ ب بتساوي 4 أ ج، دايما بستفيد من دي هقول دي على دي، يبقى أ على الأ ج بيساوي طبعا ما رجعش فاضي، يبقى 4 على التلاتة، يعني الألف ب نسبته 4 والألف ج نسبته 3. طيب هو عايز مني مساحة المثلث أ ج د اللي هو المثلث ده إلى المثلث أ ج ب اللي هو المثلث الصغير. طيب تعالى نشبه المثلثين دول، أشبههم إزاي؟ بس أنا مش هشبه دول، أنا هشبه المثلث أ ج د والمثلث أ ب د الكبير. تاني هشبه المثلث أ ج د والمثلث أ ب د الكبير. أنا عندي زاوية د مشتركة، وعندي زاوية د أ ج، زاوية د أ ج دي زاوية ممسية بتساوي الزاوية المحيطية المشتركة معاها اللي في نفس القوس، يعني بتساوي زاوية ب، يبقى أنا كده أقدر أشبه المثلثين، يعني مثلث أ ج د بيشابه. ركز معايا،
ألف اللي هي المحيطية بتساوي ب في الكبير يبقى باء، وجيم في المثلث الصغير سيبها دلوقتي، أنا عندي ده المشتركة يبقى أكيد دال هنا. طب أنا خدت الباء والدال يبقى فاضل الألف، يبقى المثلث ألف جيم دال بيشبه المثلث ب ألف دال، ويبقى النسبة ما بينهم هي النسبة من الأضلاع المتناظرة، يعني مساحة المثلث ألف جيم دال على مساحة المثلث ب ألف دال بتساوي هاخد الألف جيم على الألف ب، لأن دول ضلعين متناظرين وأقول إن الكلام ده تربيعي. خلي بالك إن ألف ب على ألف جيم بأربعة على تلاتة، فده معناه إن ألف جيم على ألف ب هشقلب النسبة يبقى تلاتة على أربعة، يبقى الكلام ده تلاتة على أربعة الكل تربيع. حلو جدا. يبقى مساحة المثلث ألف جيم دال بتساوي تلاتة تربيع بتسعة، ومساحة المثلث ب ألف دال أربعة تربيع بستاشر. طيب هو عايز مساحة المثلث ألف جيم دال اللي أنا جبت نسبتها بتسعة، بس أوعى تستعجل، هو هنا عايز المثلث ألف جيم ب، ما هو نسبة المثلث ألف جيم ب عبارة عن نسبة المثلث الكبير ألف ب دال اللي أنا جبتها بستاشر ناقص نسبة المثلث الصغير ألف جيم دال اللي أنا جبتها بتسعة، 16 ناقص 9 يبقى 7، يبقى نسبة المثلث ده 7، ويبقى النسبة 9 على 7، ويبقى الاختيار أ هو الاختيار الصح، وده سؤال مهم أوي أوي. السؤال اللي بعده يا باشمهندس السؤال 28، وتعالى نشوف بيقول لك إيه. بيقول لي إذا كان الشكل أ ب ج د بيشابه الشكل أ ه واو ي، تمام، في تشابه يعني في نسبة من أضلاع متناظرة. ومساحة الشكل الأولاني كذا، عايز مني مساحة الجزء المظلل. الجزء المظلل عبارة عن مساحة الشكل الكبير ناقص مساحة الشكل الصغير اللي هو ألف ب ج د. طب أنا هقول كده مساحة ألف ب ج د على مساحة ألف ه واو ي، ألف ب ج د على ألف ه واو ي، هاخد أي ضلعين متناظرين. أنت عارف الباء ج بستة وعارف اله واو، يبقى الباء ج على اله واو الكلام ده تربيع. الباء ج بستة واله واو بتسعة الكلام ده تربيع. على التلاتة فقال اتنين على التلاتة فقال تلاتة، اتنين تربيع باربعة وتلاتة تربيع بتسعة. خلي بالك ان مساحة ألف باء جيم دال دي باتنين وتلاتين، فهنا على الأربعة فقال واحد على الأربعة فقال تمانية، يبقى مساحة ألف ه واو ي هيساوي تمانية في تسعة باتنين وسبعين. يبقى أنا كده عرفت إن مساحة يا باشمهندس الكبير باتنين وسبعين ومساحة الصغير اتنين وتلاتين، يبقى إذا مساحة المظلل عبارة عن 72 ناقص 32، يعني الكلام ده ب 40 يا باشمهندس، ويبقى الاختيار ج هو اختيارنا الصح. خلاص كده خلصنا الجزء ده، تعالى نشوف الجزء اللي بعده والاخير في الاختيار بامر الله. السؤال اللي بعده يا باشمهندس السؤال 29، بيقول لي ا ب ج د متوازي اضلاع، وبيقول لك ان الالف ه الى الهاء باء 4 على 3، يعني الالف هي نسبتها 4 والباء نسبتها 3. خلي بالك يعني الالف باء كله نسبته 7، وبناء عليه الدال جيم برضه نسبته 7. دي حاجات لازم ابقى عارفها لان الشكل ده متوازي اضلاع. تاني حاجه هو متوازي اضلاع، يبقى الضلع ده بيوازي ده والضلع ده بيوازي الضلع ده، دي حاجات كتير. بيقول لي ان مساحه المثلث ا د ه، المثلث ده كده، بتساوي 32، عايز مني مساحه المثلث د واو ج. المثلث د واو ج والمثلث ده لا يمتوا البعض بصله خالص، بس انا عندي ان الالف دال بيوازي البه جيم اللي هي بالفعل بتوازي الواو جيم، يعني انا كده عندي الالف دال بيوازي الواو جيم. خلي بالك بقى يعني الزاويه ده بتساوي الزاويه ده بالتبادل، والزاويه ده اللي هي 3 لا دي النسبه ماشي معذره، بتساوي الزاويه ده برضو بالتبادل حرف الزد، ودي بتساوي دي بالتقابل بالراس. يبقى انا ممكن اشبه المثلثين دول، يعني لو قلت المثلث الف دال ه بيشابه، احنا قلنا الف قد به يبقى هنا به، وقلنا ان د قد واو يبقى هنا واو، وقلنا ان ه مشترك، يبقى انا كده يا باشمهندس قلت ان المثلث ا د ه بيشبه المثلث ب واو ه، وتبقى النسبه بين مساحتهم هي النسبه من الاضلاع المتناظره، يعني مساحه المثلث ا د ه على مساحه المثلث ب واو ه. خد اي ضلعين متناظرين، بس خد الالف ه وخد الباء ه، يعني خد الاول مع الاخير والاول مع الاخير لان النسبه دي معروفه، يبقى ا ه على ه ب تربيع، يعني 4 على 3 تربيع، 4 تربيع ب 16 و 3 تربيع ب 9، تمام كده؟ وخلي بالك ان انت عارف ان مساحه المثلث ا د ه دي ب 32، يبقى هيفضل لك هنا مساحه المثلث ب واو ه، على 16 فقال 1 على 16 فقال 2، يبقى مساحه المثلث ب واو ه بيساوي 2 في 9 ب 18. يبقى انا كده عرفت ان مساحه الصغير ده 18، وإن مساحة الكبير ده كده 32. حلو جدا. دلوقتي هو عايز د واو ج، طب هجيبه ازاي؟ أنا هشابه د واو ج بالمثلث ب واو ه، ازاي بقى؟
انا عندي زاويه واو في الصغير اللي هو ده وفي الكبير، وعندي الضلع ا ب بيوازي الدال ج، يبقى زاويه ج دي بتساوي الزاويه دي بالتناظر حرف الاف، يبقى كده ان التالتة بتساوي التالتة. يبقى انا هكتب التشابه ازاي؟ هقول له المثلث د واو ج بيشابه المثلث. ركز معايا دلوقتي، احنا قلنا د، سيبها دلوقتي د دي، قلنا واو مشتركه يبقى الحرف اللي في النص هحط واو في النص. طب ج، قلنا ان ج بتساوي باء في الصغير، يبقى هنا واو باء. خلي بالك انت خدت واو وخدت باء، خدت واو وخدت باء، يبقى فاضل ه، يبقى المثلث د واو ج بيشابه المثلث ه واو ب. يبقى انا بالنسبه لي ان مساحه المثلث د واو ج على مساحه المثلث ه واو ب، خد اي ضلعين متناظرين بس تبقى عارفهم، تمام. هاخد الدال ج واخد ال ه ب، يبقى الدال ج على ال ه ب ولكن تربيع. هتقول انا مش عارف الدال ج، اقول لك لا، ما هو الالف ب نسبته 3 و4 7، يبقى الدال ج برضه نسبته 7، يبقى دي 7. على الهاء باء، الهاء باء، الهاء باء اللي هي نسبتها 3، والكلام ده برضه ايه؟ تربيع يا باشمهندس. طيب دلوقتي يا باشمهندس، مساحة المثلث د واو ج أنا عايزها، أو مساحة المثلث د واو ج على مساحة المثلث ه واو ب اللي أنا جبتها ب 18 هتساوي 7 تربيع ب 49 على 3 تربيع ب 9. هنا على 9 فال 1، على 9 فال 2، يبقى إذا مساحة المثلث د واو ج هيساوي 2 في 49 ب 98، يبقى الإجابة 98، ويبقى الاختيار ب هو الاختيار الصح. من أصعب الأسئلة في التمرين بس ركز فيه هتلاقيه سهل بأمر الله. هنا بيقول لي ألف ب تقاطع ج د بيساوي النقطة ه، مساحة المثلث ألف ج ه ب 900، عايز مساحة المثلث د ه ب. طب أنا عندي إن الزاوية دي بتساوي الزاوية اللي بالتقابل بالرأس، ودي قد دي، يبقى أكيد إن التالتة قد التالتة، يبقى ممكن أقول إن المثلث ألف ج ه بيشابه المثلث إيه بقى؟ قلنا الألف قد الدال، والجيم قد الب، واله قد اله برضه، يبقى مساحة المثلث ده، المثلث ده بيشابه ده. يبقى انا بالنسبه لي ان مساحه المثلث ا ج ه على مساحه المثلث د ب ه بتساوي النسبه بين الاضلاع المتناظره. لو خدت الالف ج انا مش عارفه، د ب مش عارفه، طب لو خدت الجيم ه، والله الجيم ه ب 5، ولو خدت الباء ه ب 6، يعني الجيم ه ب 5 ودي ب 6، يبقى اقول 5 ك على 6 ك ولكن تربيع، هشيل الكاف مع الكاف، 5 تربيع ب 25 و6 تربيع ب 36. انت معاك ان مساحه المثلث ا ج ه ب 900، يبقى دي بتساوي 900 على مساحه المثلث د ب ه. خلاص بناء عليه بقى، يبقى مساحه المثلث د ب ه هيساوي ده في ده على ده، يبقى 36 في 900 على 25، يبقى 36 في 900 على 25 1296. 1296 يعني الاختيار ج هو الاختيار الصح يا باشمهندس. خلاص جميل جدا، تعالى نشوف السؤال 31 والاخير معانا بامر الله. بيقول لي ا ب ج د شكل رباعي دائري، خلي بالك من الربع الدائري، الربع الدائري مهم جدا. ا ب ب 8، ج د ب 12، عايز مني مساحه المثلث ا ه ب الى مساحه المثلث د ه ج، يبقى انا اكيد هشبههم. مبدئيا الزاويه دي بتساوي الزاويه دي بالتقابل بالراس، وثانيا الزاويه دي بتساوي الزاويه دي. ليه؟ لان زاويه ب ا ج وزاويه ب د ج دول زاويتين مرسومتين على نفس القاعده ب ج وفي جهه واحده منها، يبقى هما متساويتان في القياس ده من خواص الرباعي الدائري بتاع ثالثه اعدادي، فكده اكيد ان الثالثه بتشابه الثالثه. ما تيجي كده نشبه المثلثين بالحروف بقى صح، لو انا قلت المثلث ا ب ه يبقى بيشابه المثلث ا قد د وب قد ج وه هي ه، يبقى المثلث ا ب ه بيشابه المثلث د ج ه. هو عايز النسبة بين مساحتهم، يبقى النسبة بين الأضلاع المتناظرة، هاخد الألف ب على الدال ج، يبقى ألف ب على الدال ج ولكن تربيع. الألف ب ب 8 على الباء ج على الدال ج معذرة اللي هي 12، الكلام ده تربيع. هنا على الأربعة، أنت جاي تشطف في آخر سؤال، تمام. هنا على الأربعة فيها الاتنين، هنا على الأربعة فيها التلاتة، يبقى 2 تربيع بأربعة وتلاتة تربيع بتسعة، يبقى النسبة أربعة إلى تسعة، ويبقى الاختيار ج هو الاختيار الصح. ملهاش لازمة خالص إن احنا نعمل لها ورقة، هي سهلة جدا ومفيش فيها مشكلة خالص بأمر الله. خلاص الفكرة كلها الرباعي الدائري أي زاويتين مرسومتين على نفس القاعدة، وده قد دي بالتقابل بالرأس، إذا دي قد دي، يبقى النسبة بين المثلثات هي النسبة بين الأضلاع المتناظرة. خدت الألف باء والدال ج لأن عارفهم، تربيع، ربعت النسبة تلاتة أربعة على تسعة. بكده يبقى احنا خلصنا كل تمارين الاخطر الخاصه بالدرس ده، درس سهل وبسيط جدا الحمد لله، محتاج تركيز في الحل، محتاج تكون فاهم هتلاقي الدنيا سهله.
ان شاء الله هنزل لك الاسئله المقاليه بتاعته، لان فيها لعبكه كده والناس ما بتفهمهاش حتى من الاجابات، فباذن الله هنزلها لك بصوره سهله وبسيطه ان شاء الله نفهمها مع بعض بامر الله. هنزل لك برده مستوياته العليا محلوله من السنه اللي فاتت، وهنزل لك الاختبار التراكمي من كتاب المعاصر 2024. يبقى احنا كده انتهينا من الدرس ده، وقلنا الدرس اللي جاي بامر الله هيكون الدوال المثلثيه ومقلوباتها اللي هو الدرس الثالث حساب مثلثات. كده وصلنا لاخر حصه النهارده، اتمنى انها تكون تفيدك، اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بطريقه سهله وبسيطه. يا ريت لو استفدت اشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتضغط لايك وتشير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. اشوفك على خير في الفيديو الجاي. كان معاك مهندس حسام من قناه حسام رياضيات، وشكرا جدا.